حقق المنتخب الوطني الأولمبي فوز مثير على نظيره الأسترالي بهدفين دون رد خلال المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة الثالثة للمنتخبات اللي بتشارك في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو. حسم المنتخب المصري تأهله إلى منافسات ربع النهائي كثاني المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن المنتخب الأرجنتيني بعدما تساوى الثنائي في عدد النقاط، بينما تصدر جدول الترتيب المنتخب الإسباني. المزيد ينضم إلينا عبر زوم الناقد الرياضي الأستاذ عمر البانوبي. أستاذ عمر صباح الخير. صباح الخير على حضرتك وعلى كل المشاهدين. يعني نتكلم امبارح بقى، يعني امبارح كان الماتش كان ماتش حاسم، ماتش مباراة مهمة جدا ما بين مصر وأستراليا. شفت أداء اللعيبة ازاي؟ الشناوي كمان امبارح، مش بس امبارح في الحقيقة، في الثلاث مباريات تألق، فعلا تألق بشكل كبير. يعني الحقيقة امبارح كان شيء رائع من منتخب مصر الأولمبي، فكرة أنت تكسب أستراليا وتحقق هدف صعود لربع نهائي الأولمبياد في وقت أنت فيه كانت، يعني كانت الناس فاقدة الأمل في المنتخب بعد نتيجة مباراة الأرجنتين. ده كان الحقيقة كل اللاعبين الجهاز الفني كانوا امبارح على مستوى الحدث وقدروا أن هم يحسموا المباراة بشكل يعني أكثر من رائع. لكن فعلا زي ما حضرتك أشرتي أنه محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر الاولمبي كان له دور كبير، يعني هو تصدى لاكثر من 4 أو 5 اهداف في مباراه امبارح، كمان المباريات اللي قبلها هو من افضل يعني اللاعبين في منتخب مصر، وكمان بالمناسبه هو موجود ضمن قائمه افضل 10 لاعبين في دور المجموعات في الالعاب الاولمبيه لكره القدم، وخد المركز السابع فيها، فاعتقد انه كمان كان يعني من العوامل المؤثره قوي في صعود منتخب مصر لمواجهة منتخب البرازيل في ربع نهائي. ايه المنتظر منه في المباراة القادمة مع البرازيل؟ يعني خلينا نقول انه منتخب البرازيل لعب ضد منتخب مصر هنا من شهور قليلة مباراة ودية، منتخب مصر قدر يفوز على منتخب البرازيل، فبالتالي احنا مش هنقول انه الموضوع صعب، برضه في المرحلة العمرية دي في الاولمبياد النتائج بيبقى فيها مفاجات كتير، شفنا استراليا عملت مفاجاه وكسبت الارجنتين في اول مباراه، احنا كنا اقرب للفوز على الارجنتين لكن الجزء الهجومي بتاعنا ما كانش جيد في المباراه دي، بعد كده قدرنا نفوز على استراليا وبالتالي احنا نقدر ان احنا نكرر الفوز اللي عملناه وديا قدام منتخب البرازيل الاولمبي ان احنا نكرره ان شاء الله في ربع النهائي، لان احنا عندنا عناصر جيده جدا الحقيقه، وحتى الاختيارات اللعيبه اللي هم فوق السن سواء محمد الشناوي الونش احمد حجازي الحقيقه دول الثلاثي ثلاثي يعني اللي بيدي حتى ثقه لباقي اللعيبه علشان الخبره طبعا الدوليه، وعلشان كمان يعني لسه حتى باقي اللعيبه بين الخبرات بالظبط، وبيبقى يعني بيبقوا في ثقه كده واطمئنان ان هم موجودين. بالتاكيد ده كلام سليم. طيب نتكلم بقى عن طوكيو 2020 وتالقنا في بعض الالعاب. انا عارفه انه لسه بدري، يعني لسه احنا قدامنا لحد يوم 8/8، بس برضو حتى الان احنا اخدنا كذا ميدالية برونزية في التايكوندو، عندنا تنس الطاولة، عندنا كمان اكتر من يعني لعبة تألقنا فيها. تقييمك ايه لمشاركة البعثة المصرية؟ يعني اعتقد انه انا ممكن هكون عكس التيار شوية، دايما بيبقى في انتقادات كتير انه ليه انت بتروح باكبر عدد من اللاعبين وبعثة كبيره وما بتجيبش ميداليات، لكن انا ما بشوفش كده، بشوف ان هي فرصه للعيبه بتاعتنا ان هم يقيسوا مستواهم قدام المستوى الاعلى منهم واللعيبه الافضل منهم في التصنيف العالمي، بشوف ان هي فرصه كمان ان احنا نكتشف عندنا نجوم جديده، لكن في نفس الوقت برضو شفنا منتخب السلاح وعملوا يعني اعتقد عملوا نتائج جيده جدا، عمر عاشر في تنس الطاوله عمل انجاز تاريخي بانه يقدر يعني يوصل ل الدور 8 وقدام مالونج واحد من الاساطير، يعني او يكون افضل لعيب تنس طاوله على مر التاريخ ويقدر يعمل قدامه كمان مباراه جيده بالنسبه لمستوى عمر وتصنيفه، فاعتقد ان احنا عملنا نتيجه كويسه. اما الميداليات كمان ان احنا ناخد البرونزيتين لسيف عيسى ولهدايا ملاك في التايكوندو، فده يعني شيء رائع وحفز كمان بقيه البعثه ان احنا المفروض كمان هنجيب ميداليات اكتر ان شاء الله. لسه بدري بس هنشوف. لسه بدري.